مزيد من التحليل ينضم إلينا من الخليل الأستاذ عادل شديد خبير الشؤون الإسرائيلية. سيد عادل، تحياتي إليك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، الانقسامات الداخلية إلى أي مدى وصلت حالة الانشقاق داخل حكومة نتنياهو وسط المطالبات الداخلية سواء داخل الحكومة أو في الشارع السياسي بإقالة بعض الوزراء، أتحدث خاصة عن الوزراء ذو أصحاب الفكر اليميني المتطرف؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني لا شك أنه كما تحدثت، الانشقاقات والشروخ التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي وليس فقط بالمنظومة السياسية والأمنية والحكومية، إنما المجتمع الإسرائيلي برمته يمر بشروخ عميقة. فشلت الحرب الحالية رغم ضراوتها وخطورتها على إسرائيل من أن تعالج هذه الشروخ، بالتالي لا يوجد يعني أمل بإنهاء هذه الانقسامات بالأفق، وخاصة أنها تعمقت كثيرا بالعام ونصف الماضي منذ أن شكلت حكومة نتنياهو الأخيرة، سواء بالإجراءات التي قامت بها الحكومة قبل 7 أكتوبر بما يسمى الإصلاحات القضائية من وجهة نظر نتنياهو وحكومته، أو بما يسمى بالانقلاب القضائي والقانوني من وجهة نظر معارضي نتنياهو وهم كثر بالشارع الإسرائيلي. ولكن في جزئية استقالة الوزراء، أعتقد أنه هنالك يعني أكثر من اتجاه. اتجاه يطالب بإقالة بن غفير وسموتريتش بسبب مواقفهم المتشنجة وتصعيدهم يعني ضد الإدارة الأمريكية وذهابهم باتجاه خطوات يعني قد تؤدي إلى تعميق المأزق الإسرائيلي في غزة وبالضفة، وبالمقابل جماعة اليمين جماعة سموتريتش وبن غفير يطالبوا بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان بحجة أنهم يعني من الذين يتحملون مسؤولية الفشل الكبير بال7 أكتوبر، وبالتالي يعني لا يوجد ثقة بهم لكي يستمروا في مناصبهم، وخاصة بعد جملة التعيينات الأخيرة يعني التي يعني طرحت بالأمس، تعيين قاضي جدد سواء للاستخبارات العسكرية أو قائد للمنطقة الوسطى أو للعمليات أو ما شابه. هذا الموضوع ليس مرده أنه هؤلاء المسؤولين سواء وزير الدفاع أو رئيس الأركان هم الذين يتحملون المسؤولية عما حدث بال7 أكتوبر، إنما جزء من هذا الصراع وهذا الانقسام ما بين اليمين الاستيطاني، اليمين القومي، اليمين العقائدي، وما بين المؤسسة العسكرية. هذا اليمين يريد أن يسيطر على الجيش وعلى المخابرات وعلى أجهزة الأمن كلها، وأن يسحب صلاحيات القيادة العسكرية، وأن يصبح الجيش والأمن يعني ذراع لليمين الاستيطاني وليس جيش لدولة إسرائيل. هذا الموضوع يخيف الكثير من الإسرائيليين لأنه سيذهب باتجاه تصعيد وفتح حروب لها أول ولا آخر لها. بالتالي المعركة بأوجها ما بين النخبة العسكرية من جهتها تحاول أن تحافظ على قرارها واستقلاليتها وأن يبقى الجيش بعيد عن التجاذبات السياسية، بينما اليمين الاستيطاني جماعة سموتريتش وبن غفير يريدون اختراق الجيش والسيطرة على قيادته وعلى قراراته، وبالمقابل هنالك معارضة. أشكرك، شكرا جزيلا على هذا التحليل. وصلت الفكرة أستاذ عادل شديد خبير الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، أشكرك شكرا جزيلا.